في الحلقة دي كان كابتن جمال عبد الحميد حاجة من اتنين، يا متعشي ومتقل قوي يا اما مش مركز حبتين. طب نديكي بقى للنادي الاهلي نقول له بقى نديله ايه؟ الاسماعيلي كان بينافس على هبوط وقعد بنقطة. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. طب انا معاك ان هو زي الفل، اسمع اللي بعده كده. طب لا، طب الكاس، طب ما الزمالك لازم يطلع في نص الكاس، طب نديله مين؟ انت العراقي اللي قدامه نديله طريق اول ماتش نديله سهل عشان ما يتكلموش علينا بقى زمالك بقى دوري وكاس. نديله داخليه يكسبها بالعافيه. نديله اسماعيلي اللي هو عايز بطوله بقى عشان يرضي جماهيره النادي الشعبي الجميل. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل برضه. طب انا هسال سؤال لكابتن جمال، اذا النادي الاسماعيلي ضعيف وبيصارع على الهبوط، انت حضرتك ونادي الزمالك خايفين منه ليه؟ وادام نادي الاسماعيلي قوي وبينافس على بطوله، يبقى الاتحاد المصري لكره القدم جامل للنادي الاهلي في ايه؟ والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. انا كمان لا ده عليت قوي قوي. طب بقول لك حاجه، نصيحه يا كابتن جمال، لا تاكل وتنام ولا تسهر تاني مع استاذ عادل امام. سلام.